يعني. طيب انت قلت لي يا دكتور ان خشونه الركبه دي درجات، في تمام. من اول الدرجه الاولى لغايه الدرجه الخامسه، وطبعا كل واحده منهم ليها اعراض مختلفه. تمام. في ناس بتتحمل لغايه بقى في الاخر خالص الناس اللي مش بتتحمل. تمام. هو طبعا اهم حاجه بيجي لنا المريض بيها هي الالم، سواء من الدرجه الاولى للدرجه الخامسه. المريض بتاع الدرجه الخامسه طبعا بيبقى جاي رجله بقى مقوسه خلاص، ممكن يبقى بنقول عليه اللي هو يعني مقعد مش قادر حتى يتحرك من يمشي على الارض، بيبقى قاعد مثلا على كرسي او جاي متسند على مشايه او متسند على عكاز. المريض ده بيبقى كل امل ان هو يقوم من على الكرسي دهوت او يقوم يخدم نفسه. هي دي مثلا واحده ست عندها 60 سنه ولا 70 سنه، هي مش عايزه حاجه من الدنيا غير انها ما تحسش انها تقيله على حد تعرف من تتحرك. ولادها، انها تعرف تتحرك. هي عايزه ايه؟ هي مش هتنزل تجري تلعب رياضه. بس ليه علاج يا دكتور صح؟ يعني كان ليه علاج الاول بطريقه معينه وبعد كده ظهرت البلازما. تمام. احنا هنتكلم عن العلاجات بقى بتاعه الخشونه. احنا لو بنتكلم على علاج الخشونه احنا قسمناهم لخمس درجات، الدرجه الاولى والثانيه والثالثه. لما بيجي المريض في الدرجات اللي هي البسيطه دهيت اقدر اقول للمريض ان انت هتاخد حقن البلازما وهتتحسن، ونسبه التحسن بتاعتها عاليه جدا جدا جدا. لما بندخل للدرجه الرابعه والدرجه الخامسه، بالذات الدرجه الخامسه لما بيبتدي يحصل تقوس، ده بيبقى حاجه ميكانيكيه حصلت دلوقتي في المفصل بتاع المريض. المريض هيحقن حقنة البلازما بس يبقى فاهم ان هو مش هيتحسن 100%. نسب التحسن بتبقى حوالي 70 ل 80%، يعني مثلا لو 100 عيان حقناهم 70 80 واحد منهم بيتحسن، بس المريض يبقى فاهم ان في حاجات مش هتتصلح، يعني التقوس بتاع الرجل مش هيتصلح، لكن الالم هيروح، هيقدر يمشي، هيقدر يتحرك. كلمه 70 او 80% يتحسنوا بمعنى ايه؟ يعني لو جالي 100 عيان بدرجه خشونه مثلا درجه الخامسه، اللي هو المريض خلاص رجله مقوسه وبقول له راح لف كتير وكل الدكاتره تقول له تعمل تغيير مفصل ركبه، لو انا ال 100 عيان دول اتحقنتهم الحقن بتاع البلازما 70 منهم بيتحسنوا، بس المريض يبقى فاهم ان في حاجات مش هنقدر نصلحها زي التقوس، وانه في الغالب بيحتاج يحقن تاني. يحقن تاني امتى؟ بعد سنه اتنين تلاته، دي بقى بتاعت ربنا. احنا عندنا عيانين بقى لهم اكتر من ثلاث سنين ما احتاجوش يحقنوا. المده كمان حلوه جدا كتير. ولا وبعدين ان انا ابعد برضو العيان عن تغيير مفصل ركبه، المفصل الصناعي بتاع الركبه رغم ان هو متقدم جدا في الوقت الحالي، لكن لازال لحد وقتنا هذا ما فيش مفصل لا في مصر ولا بره مصر يشابه المفصل اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه في التكوين بتاعه او الوظيفه بتاعته. ما وجدش لحد دلوقتي خالص، اللي بقى بالاربطه والغضاريف اللي حواليه. لما بيجي المريض في درجه الخشونه اللي هي الاولى او الثانيه او الثالثه، طبعا هي مشكلتنا احنا عاده في مصر او في الدول العربيه كلها ان المريض طبعا بيلجا للمسكن. تحمل. لا وبيلجا للمسكنات. المسكن حقيقة. مش علاج. يعني المسكن هيتعب له معده، هيتعب كلى، هيتعب كبد، وفي نفس الوقت مش هيصلح المشكله اللي حصلت عند المريض دهوت.